طيب بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده المره الثانيه. طيب احنا المره اللي فاتت اخذنا ايه؟ عرفنا ايه العيان اللي عنده جلوميرولر ديزيز يجي يشتكي بايه؟ ايه البرزنتيشن بتاعه؟ تحرك؟ تمام. يعني عرفنا من اول اللي بيسموها الاسيمتوماتيك يورينري ابنورماليتي اللي هو ممكن يبقى بس البنوريا او ايزوليتد هيماتوريا خلاص، او يبقى العيان حتى معاه سب نيفروتيك رينج بروتينوريا، او يوصل لحتى فرانك نيفروتيك سندروم ويعلى اكتر. القصه دي ممكن يوصل تو نيفروتيك سندروم او يعلى اكتر واكتر، يوصل اب تو ايه ار بي جي ام، وفي النهايه بينتهي حاله كل الناس ديت الى كرونيك جي ام. طيب احنا بقى النهارده هناخد ايه؟ هناخد الباثوجينيسيس بتاع الجي ام، ازاي بيحصل جي ام، ليه بيحصل جي ام من البدايه. فهو قال والله يعني في تقسيمات كتيره بقى، يعني اغلب التقسيمات اللي موجوده لما تيجي تقرا الكلام ده، عشان الكلام ده مش موجود في كتب النفرولوجي كده بالمعنى الصريح. انا كتب النفرولوجي على طول احنا بنذاكر منها الحاجات بتاعت الهاند بوكس والكلام الصغير ده، داخل على طول مش عارف ايه ميمبرنس، ايه مينيمال تشينج، ايه فوكال سيجمنتال. انما البلان الكبيره اللي من بره، الخطه الكبيره دي مش مرسومه، تمام. فالباثوجينيس بتاع الجلوميرولونفرايتس بيتقسم لحاجات اميون ميكانيزم لحاجات نان اميون ميكانيزم. اميون يا اما نان اميون. طيب لو هو اميون، الاميون سيستم ده فيه كام دراع؟ فيه ثلاثة. ممكن اي دراع فيهم يعمل لي جي ام. في مورال سيستم، المورال اميونيتي وسيلولار اميونيتي، وفي حاجه في النص اسمها كومبلمنت. طيب ماشي. فهتلاقي عندنا انتي بادي ميديتد انجري. انتي بادي راح ضرب الكلمه. في انتي بادي موجود في اللعبه. او سيل ميديتد انجري. او كومبلمنت ميديتد انجري. يا ده تمام. طب لو هو انتي بادي ميديتد انجري، لو الانتي بادي هو السبب بالاذى اللي حصل في الكدمه، هيبقى يا اما انتيجين انتي بادي كومبلكس، يا اما سايتوتوكسيك انتي بادي. يا اما كان في انتيجين والانتي بادي والاثنين مع بعض حصل له ديبوزيشن في الكدمه وبدا يعمل القصه ديت، يا اما انتي بادي رايح هو يضرب الكدمه من الاول. الانتيجين انتي بادي كومبلكس ده يا اما يبقى سيركيوليتنج، يا اما يبقى انسايتو. والانسايتو ده في منه نوع اسمه نوع فيكسد ونوع اسمه بلانتد. تقسيمه بس كبيره، انا عايز اوريك البلان الاساسيه من بره وبعد كده هناخد واحد واحد نتكلم عنه بالتفصيل. طيب لو هو النون اميون ميكانيزم، ايه الحاجه اللي ممكن نون اميون وتيجي في صوره جي ال؟ دايبيتس مثلا، امايلود مثلا، هايبرتنشن مثلا، ماشي. فهنلاقي مثلا عندنا حاجات ميتابوليك زي الدايبيتس، حاجات هيموداينامك زي الهايبرتنشن، حاجات جلوميرولار ابليشن. يعني ايه جلوميرولار ابليشن؟ يعني عدد الجلوميرولاي الافيلابل فور فلتريشن قل. حصل ايه يعني؟ واحد عامل نفلكت، فالكدمه الثانيه البريشر عليها بقى عالي، بيحصل فيها جي ام نتيجه الهايبر فلتريشن. طب ما هو اصلا واحد من الباثوجينيسيس بتاع الدايبيتس ميليتس الهايبر فلتريشن. مش كان زمان لما قلنا في الكليه هايبر فلتريشن ستيج والكلام بيبقى قليل، بعد كده يخش في البرونوريا، بعد كده يخش في مايكرو بروتونوريا، بعد كده مايكرو، صح؟ طيب واخر حاجه الديبوزيشن زي الاميلودوس. فاهم؟ طب تعالى بقى ناخد الجنب ده الاميون ميكانيزم، ناخد الانتي بادي ميديتد انرجي، انتيجين انتي بادي كومبلكس. تمام؟ انا هاخدهم بقى ثلاثه رسوم جنب بعض كده. يعني ايه انتيجين انتي بادي كومبلكس ده؟ يعني انتيجين بس خلاص، يعني انتيجين وانتي بادي الاثنين ماسكين في بعض، يعني ده الانتيجين اهو خلاص، وادي الانتي بادي اهو. شوف بس في حاجه اصعب يعني؟ الموضوع سهل وبسيط وواضح وموجه. تمام؟ طيب حلو قوي. بقول لحضرتك ان 70% من الجلوميرولار ديزيز سببها انتيجين انتي بادي كومبلكس. الانتيجين ده ممكن يكون ماده غريبه خلاص، وده الموست كومن كوز. ماده غريبه ازاي يعني؟ انفكشن زي حالات البوست انفكشنز بوست ريبتوكوك. تمام؟ او يبقى موجود جوه زي الدي ان ايه مثلا، اللي هو بيقول لك هنا رير ومش له حاجه. ماشي؟ بس دي كتب باثولوجي عشان كده مش فاهمين البنيه دي. حالات اللوبس، اتفقنا؟ يبقى ده الانتيجين بتاعي انا شخصيا. بقول لحضرتك بقى ديس كومبلكس ممكن يتكونوا في الدم، وساعتها بنسميهم سيركيوليتنج اميون كومبلكس. يعني الانتيجين كان ماشي في الدم، الانتي بادي لازق فيه في الدم، يبقى الاثنين كومبلكس كانوا في الدم، ما بقاش في الدم، اتحشروا في الكدمه. خلاص؟ يا اما يبقى اتكون برايمرلي من جلوميرولاي، فساعتها بنسميه ايه؟ ان سايتو اميون ايه؟ كومبلكس. طيب
السؤال بقى، انا هديتكت الانتي بودي ده ازاي؟ هعرف اذا هو موجود ازاي؟ هنا بقى تبرز ميزه البيوبسي. خدت بيوبسي، هنبص عليه لايت واليون والالكترو. شطور. مين في الثلاثه يشوف الحاجات دي؟ الاميون والالكترو. ماشي كده الكلام. بس الاشهر زي ما انت قلت صح طبعا الاميون، لان طبعا ايه الانتي بودي بتدور. انت بتدور على ايه؟ الانتي بودي. حلو. الانتي بودي ده خمسه بيتجمعوا في كلمه ايه؟ جامد. جي اي ام اي دي. مين في الخمسه اللي تبقى ممكن يحصل له ديبوزيشن في الكلمه؟ ثلاثه منهم، ثلاثه من الخمسه جي واي وام. فانا صنعت لك اميونو فلوريسنت انتي بودي اجينست الثلاثه بتوع دول. يعني ايه يا فندم؟ يعني انا يا فندم معايا انتي بودي بينور اهو، اهو بينور. خلاص؟ الانتي بودي ده وظيفته ايه؟ ده انتي اي جي اي. فانا رحت جايب البيوبسي. خلاص؟ ورحت كاتب عليها انتي اي جي جي. تمام كده؟ ورحت بعديها غسلها. عشان اي حاجه مش لازقه تقع. ورحت بص عليها تحت الامينو فلوريسنس. لو فاضل من الانتي بادي اللي بينور ده في السلايد وانا بصيت عليه تحت الميكروسكوب والسلايد نورت، معنى كده ان الانتي بادي اللي انت حطيته لقى التارجت بتاعه جوه البيوبسي ومسك فيه، اللي هو كان في الحاله دي بتاعتنا ايه؟ اي جي جي. طب انت عندك فلوريسنت انتي بادي ضد ايه؟ عندي ضد الاي جي جي، ضد الاي جي اف، ضد الاي جي ام، ضد الكابا واللامدا. ايه كابا واللامدا دول؟ دول اللايت تشينز بتاعه الانتي بادي اللي احنا لسه باصين على اي انتي بادي في جسمنا في كابا ولامدا. وعندي اجينست سي 3 وعندي اجينست سي 1 كيو الانتي فوسفولايبيز اي 2 ريسبتور انتي بادي. احنا قلنا تقريبا بتاع 8 حاجات احنا بنعمل لهم ديتكشن في الامينو فيرست. تمام؟ كمان ممكن اعرف اشوفهم بالالكترو مايكروسكوب. طب حلو قوي. واقدر بقى احدد الايه؟ ما بحددش يعني، بس هو عامه الباثوفيزيولوجي بتاعهم يا اما حصل سيركليتنج اميون كومبلكس يا اما حصل انسايتو. فانا عشان كده الانتيجن انتي بادي كومبلكس ده بقسمهم يا اما سيركليتنج يا اما انسايتو. فتعالى نتكلم كلمه على السيركليتنج. سيركليتنج يعني ايه؟ ده تعرف فيه هايبر سنسيتيفيتي لاكشن. يعني ايه؟ حسين سيرم سيكونس لاكشن. طيب سيرين اميون كومبلكس. اميون كومبلكس مديت. يعني ايه؟ يعني بيقولوا عليها في الكتب persistent antigenemia. يعني ال production of the antigen is more far beyond اللي بيسموها ايه؟ الكليرنس بتاعه. فانت عندك antigen كتير مش عارف تتخلص منه. فانتيجن antibody complement لو ماشيين في الدم. يفكر تعمل لهم ديبوزيشن بقى. زي بقى الجماعه بتاع الاندوكاردايتس واللوبس والكلام ده كله كله زي ايه؟ هايبر سنسيتيفيتي ريأكشن بتاعت السيرك. يعني في السيركليتنج خلاص النيو كومبلكس ميديتد. هنا الانتيجين بتاع الكدني ولا مش بتاع الكدني؟ اكيد مش بتاع الكدني، اكيد 100% ده مش بتاع الكدني. الانتيجين ده بتاع حته ثانيه. بتاع حته ثانيه يعني ايه؟ يعني ممكن يكون اندوجينس زي الدي ان ايه وساعتها تبقى الحاله لوبس. ماشي؟ او ممكن يكون اكسوجينس بكتيريا. ماشي؟ وصلت كده؟ بس الانتيجين ده مش بتاع الكدني. بدليل ايه؟ يا بيه ده احنا قفشناهم هناك جنب اللنج. يبقى بتاع الكدني ازاي؟ ده احنا قفشناهم عند السبلين. يبقى ازاي بتاع ده انتيجين ماشي في الدم. واخدين بالكم؟ طب حلو. الانتيجين انتي بادي كومبلكس ار فورمد فين؟ في السيركيوليتنج اميون كومبلكس. فورمد فين؟ في السيركيوليشن. خلاص؟ بس حصل لهم ايه؟ بقوا تراب جوه الجلوميرولاي. حشروا ترابنج. طب ولما حصل لهم ترابنج جوه الجلوميرولاي عملوا اكتيفيشن للكومبلمنت سيستم. كومبلمنت راح جاي، يا نهار اسود خير في حريقه هنا. واحنا نموت في الحرايق. راحوا منطين في الليل. اتفقنا؟ فبدا يحصل جلوميرولار انجي. الجلوميرولار انجي ده في صوره بروليفريشن. خلاص؟ في صوره ليكوسيتيك انفلتريشن. تبدا الوايت بلاد سيلز والكيموتاكسس وبتاع الدنيا بقى تزيد معاهم. خلاص؟ فيبدا يحصل بروليفريشن ويحصل في حاجه من الثلاثه دول. دول الثلاث خلايا اللي مسموح لهم يحصل لهم بروليفريشن. هقوم سائل الاء.
هو احنا عندنا كام تايب اوف سيلز جوه الجلوميرولوس؟ اندوثيليال واحد، ميزانجيال اثنين، ابيثيليال ثلاثة، مونوسايت. ها بودوس انا شفتها اهو. ده نوعين، ترايتل وفيسترال. فيسترال ده اللي هو البودوسايت. كده اربعه، ثلاثه من الاربعه هم اللي مسموح لهم يحصل لهم بروليفريشن. في واحد ما ينفعش، في واحده خليه عامله زي خلايا المخ كده، ينفع ان اشيل لها حته من المخ ونطلع تاني؟ البودوسايت ما بيحصلهاش ريجنريشن. مهم جدا البودوسايت ما بيحصلهاش ريجنريشن. ان اللي بيحصلها ريجنريشن وبروليفريشن وبتاع وعندنا منه كتير ايه؟ اندوثيليوم ميزانجيال ترايتل. ماشي كده الكلام؟ طيب خلينا بقى الكلام ده على جنب ونفهم بقى كده في دياجرام القصه ماشيه ازاي. الرسمه بتاعتنا اللي احنا قلنا عليها المره اللي فاتت احنا بنستخدمها على طول، بس المره دي هنحط معاها السيركيليشن بقى. ده السيركيليتي سيستم. احنا اختصرنا الكليا كلها في الوان ليف او في وان جلوميرولس. الانتيجين كان ماشي بيه في الدم، الانتيجين ماشي بيه في الدم لوحده، راح مسك فيه مين؟ فين؟ الدم. وهم ماشيين راحوا جايين حصل لهم ديبوزيشن. ديبوزيشن ده ممكن يحصل في اي حته. هنا مثلا الديبوزيشن لو انت اخدت بالك حصل في المساحه ما بين الجي بي ام والبودوسايت. هذه المساحه احنا بنطلق عليها سب ابيثيليال سبيس. ركز معايا في المصطلحات دي بقى عشان احنا كنا بنقولها كتير. المساحه اللي ما بين الابيثيليال والجي بي ام سب ابيثيليال سبيس، تمام؟ ممكن الانتي الانتيجين انتي بادي كومبلكس ده يحصل له ديبوزيشن هنا. فين بقى هذه المساحه؟ ما بين الاندوثيليوم والجي بي ام. ساعتها اطلق على هذه المساحه ايه يا عم احمد؟ سب اندوثيليال سبيس. او يحصل له ديبوزيشن فين؟ ميزانجيو. بس في مكان رابع انترا ممبرس والممبرين نفسه within the GBM. بس دي اماكن الديبوزيشن ان جنرال. ده في حاله ان كان الميون كومبلكس سيركيليتنج. السؤال بقى الثاني انسايت. بس الانسايت نوعين، فيكسد وبلانتد. فتعالى ناخد الاول البلانتد. يعني ايه بلانتد بالعربي؟ مزروع. انت جاسوس. ها؟ انت مشكله، انت استقبال. واخد بالك؟ كده يعني لحد بقى تتجسس علينا. ايه بقى اللي حصل هنا يا فندم؟ ده مين يا دكتوره هدير؟ انتيجين. انا مستني ايه اللي يحصل؟ انتي بودي يحصل. صح كده؟ ده يعني ماشي 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 وهو لوحده، هو اللي اتزنق، هو اللي اتحشر لوحده. يسيبه؟ ما يسيبوش، هفضل اجري وراك اجيبك. هنا الاميون كومبلكس موجود زي هناك، ولكن هو هنا برايمرلي اتكون جوه كده. ولكن الانتيجين هنا رينا مش بتاعنا والله. ده هو كان ماشي والجو هنا عادي وفعل. واخد بالك؟ حصل لي ديبوزيشن ويذن ذا جلوميرولس، عمل انسايتو امين كومبلكس نفرايتس. طيب حلو قوي. طلع معين بس ليه؟ بس الانتي بودي ما مسكش. لو كان استنى كان مسك. هل ده هيفرق في الباثوجينيسيس؟ ما ده السؤال بقى. مش قوي. احنا يا جماعه بتوع يعني بتوع باثوجينيس، انا هقول لك نشأة المرض. هل ده هيفرق؟ اه ممكن يفرق في حاجات بسيطة. ايه بقى؟ تتوقعي كده لو انا من الاول سيركليتنج اميون كومبلكس، توقعي كده. هل لو لقيت اميون كومبلكس سب اندوثيليال ولقيت اميون كومبلكس سب ابيثيليال وانا رحت اسالك، تتوقعي مين فيهم كان انسايتو ومين فيهم كان سيركليتنج؟ اشمعنى؟ يا فينوس ده رفيع. ده رفيع مع البشر هنرميه هيروح بعيد. وصل لنهايه الابيثيليوم. انما اليوم كومبلكس ده حاجه كبيره متعرسه كده. ده احنا غلط رميناها عدى الاندوثيليوم وبرك في الارض. ايه؟
بيفرق في السايت اوف ذا ديبوزيشن. الاميون كومبلكشن بحجمه كبير السيركليتنج هو اوريدي متكون في الدم، فلما يجي يحصل له ديبوزيشن عنده انت عندك طبقات اندوثيليوم جي بي ام مش هيلحق مش عارف يروح بعيد كبيره قوي انتر ممبرز وصل لك. انما اللي تلاقيه وصل للسب ابيثيليال سبيس ده غالبا الانتيجن كان ماشي لوحده ومسك فيه بعد كده. طب تعالى بقى نتكلم عن الفيكسد. كلام بقى جميل بقى. ايه بقى قصه الفيكسد ده؟ نفس الرسم اهو. ها يبقى مستنيين ايه يا غدير؟ انتيجن. ها فين الانتيجن؟ مش ماشي المفروض الانتيجن طلع بس مش موجود اهو. لا بس خدت بالك ان ده منور ده منور. ايه الحكايه دي؟ الجي بي ام بقى انتيجينك. جسمك فقد خاصيه الاميون ادابتيشن. جسمك بقى متعرف عليه على اساس انه حاجه من بره. ده مش بتاعي. انتم مش عيالي. خد بالك؟ فبالتالي هيعملوا ايه؟ بس بص بقى الانتي بادي اللي هتيجي هتتكون هتبقى عامله ازاي؟ هوب كله ماشي ورا بعضه. الانتي بادي مرصوصه بمسطره. ماشيه خط ورا بعض. ليه؟ لان هي دخلت لعبه الانتيجنز ربنا موزعها بالتساوي على مدار الجي بي ام ده ميمبرين. فالانتيجن ماشي عليه. فالانتي بادي رايح جايه راكبه على الانتيجن اللي ماشي عليه. بقى كله ماشي على خط واحد. مهم قوي دي. مهم قوي. باثوجنومالي بتاع ايه؟ ساين يعني. تفهم؟ حلو قوي. يقول لك هنا النورمال النورمال بوليميريولار انتيجن اللي هو الجي بي ام انتيجن هو اللي بقى انتيجينك. فتعالى كده نفكر الرسمه دي بغض النظر عن الكلام اللي مكتوب ايه الخلايا الزرقاء دي؟ الصورة بنبي ده جي بي ام الاورنج دي ها انتوثيليوم امال الاخضر ده يعني هنا الانتي بادز والانتيجنز اللي هو الاميون كومبلكس ماشيين جوه الكابيلري جوه الكابيلري جوه الكابيلري اللوب ده معناها ايه؟ سيركليتنج خدت بالك هنا شمال لما عمل لهم ديبوزيشن حصل ديبوزيشن فين؟ شوية كلاكيع شوية حبة كده جروب قعدوا هنا شوية جروب هنا تاني اتجمعوا في الحتة دي شوية جروب تاني اتجمعوا في الحتة دي أو اتنين تلاتة كده قعدوا في الممبرين شكرا. بينما لما الأنتي بادي كان ماشي لوحده سيركيليشن والأنتيجين ماشي لوحده الأنتيجين راح الأنتيجينز حصل لها ديبوزيشن very far from the endothelium very far from the capillary space وبعد كده الانتي بادي راحت مسكت فيه. اتفقنا؟ هنا بقى لا ده الانتيجين هو بتاعنا اهو هو الجي بي ام نفسه خلاص والانتي بادز جت رشقت عليه وعامله خط كده طابور ورا بعضه ما بيفرقش بعض انما مش كلاكيع 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 وصلت؟ المهم قوي موضوع الكلاكيع والخط ده. اتفقنا؟ طب حلو. النقطه اللي بعد كده هي الاميون كومبلكسز اللي انت عمال تقول عليها دي حصل لها ايه في النهايه؟ هو غالبا الموست كومن تايب في الاميون كومبلكس نتيجه انتيجن من جوه ولا من بره؟ من بره. واللي من بره ليه نهايه وطالما ليه نهايه طالما تخلصت من الانتيجن فانت هتتخلص من الانتيجن. مش احنا اتفقنا ان اصلا الكوز بتاع تايب 3 هايبر سنسيتيفيتي اسمه بيرزيستنت انتيجينيا. شيل الانتيجين خلصنا. فطالما حضرتك هتشيل الانتيجين الدنيا تمام. المشكله بقى الريبيتد اكسبوجر للانتيجين او انت مش عارف تخلص منه نتيجه ان الانتيجين ده بتاع. هو حد يعرف يعيش من غير دي ان ايه؟ عشان كده اللوبوس ملوش حل. فانا فبيحصل بقى ريبيتد انجن ريبيتد انجن ريبيتد انجن هو ده اللي في الاخر هيؤدي لبروجريسيف كونتينوس بروجريسيف بلاميرولار ايه؟ ديزيز. طب حلو قوي. ده كان الانتي بادي ميديت خلصنا منه. تعالى نخش على نوع تاني السايتو توكسيك انتي بادي. وده صراحه نوع مريب يعني. هو بيقول لحضرتك كده ان بيطلع انتي بادز تبوظ تقطع الانثيليوم. يعني ما هو قبل ما تقطع الانثيليوم ده اي انتي بادي هتعمل اميون ميديتد انجري. والاميون ميديتد انجري ده هيحصل في صوره انفلاميشن. واخد بالك؟ فالانفلاميشن اللي هيحصل ده هيعمل بروليفريشن فين؟ في الخلايا الضاربه. اللي هي مين؟ اللي هي الاندوثيليوم طلع انتي بادي اجينست الاندوثيليال سيلز.
اجينست بعض انواع الكومبوننت جوه الاندوثيليال سيلز. فالانتي بودي هيطلع عندنا بالاندوثيليال سيلز يعمل فيها سيفير انفلاميشن وسيفير بروليفريشن. خلاص ده مثال فيؤدي الى حدوث مثلا سبلايتس. او في بعض الاحوال القصيره بيقول لك ايه حاجات فيري ريد، يعني يبدا يقول لك ان احنا طلعنا انتي بودي ضد البودوسايت، فيبدا يقطع البودوسايت ويقطع الايه الجي بي ام ويؤدي الى حدوث ايه فراغ كده كبير جدا. خلاص هيبدا يظهر يخرج ما بينه الايه القلب من وراء الخلافه. بس هي دي الصوره الاوقع طبعا، صوره الانتي بوديز اللي جت ضربت وعملت بروليفريشن في الاندوثيليال سيلز فحصل سيفير انفلاميشن هنا في صوره ايه في صوره باسكولار. ده زي ولا ايه؟ اه زي مثلا بعض انواع الفوكال سيجمنت يحصل فيه حاجه زي كده. بس احنا ايه الانتي بودي بقى اللي طلع ده مش عارفينه. طب وايه الانتيجين اللي بيتضرب مش عارفينه. طب في حاجات لسه ما اكتشفناهاش. طيب ما الانتي بلان البرايمري ميمبرنس نفس الكلام. البرايمري ميمبرنس في هنا في الجي بي ام انتيجين طلع له انتي بودي ضرب. الانتيجين اسمه ايه؟ اسمه فوسفولايبيز اي 2 ريسبتور جوه الجي بي ام. طلعنا انتي بودي هيبدا ياكل حتت من الايه من الجي بي ام فيعمل فيها انفلاميشن. فالجسم يرد بايه؟ بجروث فاكتورز. ما هي انفلامات والبروسس هيطلع فيها النوم ميديتد ميكانيزم هيطلع فيها سيتوكاينز من ضمنهم حاجه اسمها جروث فاكتورز. فالجروث فاكتورز اللي هتطلع دي تبدا تخلي الممبرين ده يتخن في الحلق عشان كده بيسموه ممبرين. ده كان السيتوتوكسيك انتي بودي. سيل ميديتد انرجي. سيل ميديتد انرجي هو هنا بقول لحضرتك غالبا القصه في التي سيل. ساعتها بقى اجيب البيوبسي اصبغ اي جي جي الاقي طب اصبغ اي جي اي طب اي جي ام طب سي 3 طب اي حاجه يا اخوانا مفيش مش اي حاجه خالص. امال ايه اللي بوظ الكيدني كده؟ اه ده غالبا تي سيل بقى. ده غالبا انت ايه تي سيل وسيل ميديتد اميونيتي. وهناخد ايه الامراض اشهر مرض في الدنيا سيل ميديتد اميونيتي في الكيدني مثلا هو واحد من اشهر بوليميرال ديزيز مينيمال تشين. مينيمال تشين ده سيل ميديتد ماشي كده الكلام. طيب ده كان بالنسبه للايه السيل ميديتد. طب الكومبلمنت ميديتد ايه حكايه الكومبلمنت ده؟ الكومبلمنت من غير ما نخش بقى في وجع دماغنا ومش عارف هنا بقى في الكومبلمنت حصل اوفر اكتيفيشن للالترنتيف باسوي بتاع الكومبلمنت من غير ما نخش بقى في تفاصيل عشان نعرف الموضوع ده من الحاجات البيلز او في الميديسن. يعني انا عندي سي 3، السي 3 ده بيحصل له اكتيفيشن بحاجه اسمها سي 3 كونفرتيز بيتقسم الى سي 3 اي وسي 3 بي. المشكله في ايه؟ ان ساعات السي 3 كونفرتيز ما بقدرش اسيطر عليه بقى اوفر اكت بقى شغال زياده عن اللزوم مش عارفين نوقفه، اعمله ريستارت مش عارفين، افصل له الكهرباء مش عارفين. طب ليه بيحصل اوتو اكتيفيشن؟ يا اما نتيجه ميديتيشن في سي 3 كونفرتيز حاجه جيناتك خلاص، يا اما نتيجه استابيلايزنج انتي بودي. انتي بودي يطلع يمسك في سي 3 كونفرتيز. هو مش انتي بودي بيكسر ده مش كل الانتي بودي ده انتي بودي هيمسك فيه يفضل ماشي معاه يمنع عنه التكسير يخليه يفضل قاعد ريزيستنت. فطول ما هو ماشي اي سي 3 هوب اعمل له اكتيفيشن اي هوب اعمل له اكتيفيشن فيقوم السي سي داخل حمل ديبوزيشن جوه فين؟ جوه الكيدني. حتى بيسموا ده سي 3 نفريتك فاكتور اللي بيبقى موجود فين؟ في السي سي جلوبولارس. يبقى احنا خلصنا الايه الاميون ميكانيزمز كلها. تعالى ناخد بقى النون اميون ميكانيزم. كلمه برضو كلمه صغيره عن كل واحد. ان الميتابوليك ده زي الدايبيتك جلوميرولوسكلروزس. هيمو دايناميك هيطلع نتيجه الهايبر تنشن العالي الضغط العالي جوه الخلايا الكيدني بيحصل هايبر فلتريشن. والهايبر فلتريشن الميه اللي عماله تعدي زياده عن اللزوم خلاص الجي بي فار ما بقاش 120 ده 150 160 فبيعلى جي بي فار بيعلى يعني الكرياتين بينزل. فالضغط العالي هيؤدي في الاخر لحدوث فوكال سيجمنتال جلوميرولوسكلروز. ده من اشهر اسباب السكندري فوكال سيجمنتال هو الهايبر تنشن. جلوميرولار ابليشن يعني ايه يا فندم؟ يعني انا الرينا ريزيرف بتاعتي خلصت منه. هو انا عندي كام كليه؟ اثنين. كل كليه فيها كام جلوميرولوس؟ مليون مليون وربع. فانا رينال ريزيرف بتاعي 2.5 مليون جلوميرولا. ان اني رينال ديزيز سواء كان جلوميرولا او نان جلوميرولا الفيوز ده جلوميرولا فلتريشن ل 30 ل 50% هو الجي اف ار يبدا يقل بعد ما تخلص من كام في المية من رينال ريزيرف؟ 75%. لو انت طلعت تخلصت من 75% من رينال ريزيرف اللي عندك والجي اف ار اللي كان المفروض نورمال بعد ال 25 قل كمان 30% فاللي فاضلين هينضغط عليهم زياده على اللزوم. فلما يتضغط عليهم زياده عن اللزوم يحصل فيهم هايبر فلتريشن فتنتهي بيهم الحكايه الايه؟ الى فوكال سيجمنتال جلوميرولوسكلروز. عشان كده يا دكتور اه السنجل كيدني
بس عندهم سنجل كيدني، لو جاله بروتينوريا اقول لك ايه؟ ده تلاقيه فوكال سيجمنت. اللي عمل دونيشن الكيدني دونر لو جاله جي ام او جاله بروتينوريا يقول لك ده احتمال يكون فوكال سيجمنت. خد بالك؟ اللي عامل نفريكتومي نفس الكلام. الناس السي كي دي نتيجة أي سبب من الأسباب؟ الناس اللي سكت دي أي سبب من الأسباب بيجي لهم فوكال سيجمنت. عشان كده لما بتركزي في لو بتركزوا في الريبورتات بتاعت البيوبسي تلاقي يقول لك إيه مع اللوبس كلاس 4 أسوشيتد فيتشر فوكال سيجمنت أبجمايس بولوز. هو مش ده مرض وده مرض؟ اه بس اي حاجه بتقلل الرينال ريزيرف وتقلل جي اف ار هتضغط على الجلوبيرولاي اللي فاضله فيحصل فيها هايبر فلتريشن وتعمل فيها فوكال سيجمنت. كل ميه زياده بتعدي خلاص ما انت ضغط ما انت مزوده الكابيلاري بريشر. حلو، زياده الكابيلاري بريشر هتضغط على القلب انه يعدي، وكل مره القلب وحدات قلب من زياده بتعدي هتعمل دامج، ومع كل دامج هيحصل قصاده سكليروزز. حتى تنكمش لما نيجي في الفوكال سيجمنت هتفهمين. ماشي، طيب ديبوزيشن ديزيز اللي ممكن يحصل ديبوزيشن ديزيز طبعا زي الامايلودوز ده اشهر حاجه. طب انا فنخش بقى على المورفولوجيكال كلاسيفيكيشن اوف جي ام انتوا تقولوها دي. خلاص احنا بنقسم المورفولوجي ده بناء على الميكروسكوبات، بس الحقيقه المورفولوجيكال كلاسيفيكيشن طالعه اصلا بالايه؟ باللايت. ماشي، التقسيمه الاساسيه طالعه باللايت. ففي اللايت احنا محتاجين نعرف كده هو كل ميكروسكوب هيفيدنا في ايه. ما انت لازم تعرف هو انت داخل تبص على ايه، هو ده اخره ايه، ده يشوف ايه وما يشوفش ايه. فمثلا اللايت يقدر يوصف لك شكل الليجن اللي موجود ويقول لك عليه هو ديفيوز ولا فوكال ولا جلوبال ولا سيجمنتال ولا فوكال سيجمنت. لو انا اخدت باوسي وطلع فيها الجلوميرولاي دي، كل الجلوميرولايز كلهم فيهم ذا سيم ليجن، فانا بقول عليه ديفيوز ليجن. اشهر ديفيوز ليجن بيحصل في الكني هو ميمبرس. عشان كده يقول لك ايه؟ لو انا اخدت بيوبسي طلع فيها 1 جلوميرولس وطلع في الجلوميرولس دي ميمبرنس، فديس از ان اديكويت بيوبسي اديكويت. بينما في امراض ثانيه انا محتاج 15 و20 جلوميرولس عشان اقول ان دي اديكويت. عكسها فوق يعني ايه؟ يعني اقل من نص الجلوميرولايز هما اللي فيهم الليجن. جلوبال معناها ذا انتاير جلوميرولس از افكتد. لما بص بقى على واحده واحده دي افكتد، اه طب كم في المية منها افكتد؟ كلها بايظه، يبقى ده اسمه ايه؟ جلوبال. ماشي كده الكلام؟ سيجمنتال عكس جلوبال. ايوه مش شرط نصها، يعني جزء منها هو اللي افكتد انما في جزء تاني كويس. فانا ممكن الاقي ديفيوز جلوبال يعني كل حاجه متدمره، ممكن الاقي فوكال وجلوبال، اه ممكن الاقي فوكال سيجمنتال، انما ما ينفعش جلوبال سيجمنتال، ما ينفعش ديفيوز فوكال. وصل لكم؟ طيب ده يقدر يقوله لي مين؟ اللايت. ففي في الاخر فوكال سيجمنتال معناها ان اقل من 50% من عدد الجلوميرولاي هم اللي افكتد، والافكشن اللي جاي فيهم سيجمنت، مش ضرب كل الايه؟ كل الجلوميرولس. طيب ده كلام ايه؟ جميل. البوسيبل بقى الكلينيكال فيكشن انت ممكن تشوفها، انا ممكن ما اشوفش حاجه اقول لك ايه البايوبسي نورمال. طب انت ساحب لي بايوبسي ليه؟ اكيد عنده مرض انا مش عارف اشوفه باللايت، والا من الاول ما كنت ساحبت له بايوبسي. ممكن الاقي هايبر سيلولاريتي، جلوميرولر هايبر سيلولاريتي. ايه الخلايا اللي ممكن يحصل فيها هايبر سيلولاريتي؟ 3 من 4 ميزانجيال بارايتال انتيريور ثيكنينج اوف ذا جي بي ام. ممكن اندر سيرتن سيركمستانسز ادي عليها كومنت. سبيشال ستينز صبغات معينه هي اللي اقدر احكم بيها على الثيكنس اوف ايه؟ ذا جي بي ام. جلوميرولر سكليروس اه الاقي الدنيا متليفه جوه. ديبوزيشن اوف فورين ماتيريال زي حالات الاميلودوز، كل ده اقدر اشوفه باللايت مايكروسكوب. يبقى مهم ولا لا؟ مهم جدا. طب بالفلوريسنس مايكروسكوب هلاقي ايه؟ احنا فهمنا الفلوريسنس وفهمنا احنا بنصبغ بيه ايه؟ فهيقول لي بوزيتيف في ايه؟ مش موجود. يعني يا اما البيوبسي دي فيها اي جي ام يا اما ما فيهاش. وساعات بيقول لي كمان الديجري اوف ديبوزيشن، تلاقيهم طالعينها بالبلاصات. ماشي؟ ويقول لك ساعات السايت اوف ذا ديبوزيشن، هو ده الديبوزيتس دي موجوده حوالين الاندوثيليوم والجي بي ام الونج ذا كابيلاري ممبرين
ولا ميزانج؟ ماشي كده الكلام؟ يبقى عرفنا موجود ولا مش موجود. ال degree of deposition شكل ال deposits، شكل الايه؟ ال deposits. هي ال deposits دي granular ولا linear؟ يعني ايه يا سماح؟ يعني كلاكيع ولا صف طابور؟ لو هي granular معناها ان هي ايه؟ قلنا يبقى انت هتقول يا اما circulating يا اما in situ planted. بينما لو linear انا خلاص ايه ده الايه؟ الجي بي ام ده انت جي بي ام ديزيز، وادي اللي هي الرسمه بتاعتنا اللي احنا قلناها. فالمنظر ده اللي هو السيركليتنج او الانسايتو بلانتد يظهر كده بالفلوريسنت مايكروسكوب، يظهر كده جرين فلوريسنت اي لايت اخضر فسفوري، كلكع كلاكيع كلاكيع كلاكيع، يعني كلكوع هنا وكلكوع هنا وكلكوع هنا وكلكوع هنا وكلكوع هنا وكلكوع هنا. انما هناك تلاقيه كده خط خط، يعني تمشي عليه بالقلم ما تعرفش تفصله. انما بص هنا تلاقيه في حتت بيفصل منك، حتت بيفصل منك، حتت بيفصل منك. انما هنا خط كده بص ماشي ورا بعض وتك ترك ترك ما بيقومش. مسكت القلم وما سبتوش من ايديك، يعمل لينير ويعمل ايه؟ جرانولار ديبوزيشن. فمرض واحد في الحاله بيعمل ايه؟ انتي جي بي ام. البعبع بقى اللي يعني ما بنطلبوش كتير في العالم كله مش عندنا احنا بس، الكترو مايكروسكوب. هو انت عايز تشوف بايه؟ هو بيتعمل عشان ثلاث حاجات مني، ثلاث حاجات بعد كل اللي هيصل بيه. هو يقول لي البودوسايت عباره ايه؟ ماشي؟ فيها تشينج ولا لا؟ مفصوله من مكانها ولا لا؟ الرجول بتاعتها شكلها حلو وموجوده في مكانها ولا رجولها باظت؟ يديني كومنت على الفود بروسس اوف ذا بودوسايت. يديني كومنت على الاكزاكت سايت اوف ذا ديبوزيشن. انت قلت لي باللي انت قلت لي بالانفلوسنس يقول لك اه، يقول لك ده ميزانجيم ولا راوند ذا كابيلاري؟ انه ما يقدرش يقول لك هو انت ايوه سب اندوثيليال ولا سب اندوثيليال ولا انت ميمنس، ما اعرفش ليه انا الصوره تبقى صغننه. انما هنا بيكبر سيفير ماجنيفيكيشن. الكومنت الثالث اللي بيقوله هو بيقول الاكزاكت ثيكنس اوف ذا جي بي ام، بنقيسه بالنانوميتر. ماشي كده الكلام؟ فلو قلت مثلا ده نورمال كابيلاري، مش الموضوع الربول ده خلاص، نورمال ايه؟ كابيلاري بودوسايت جميله وحلوه ورجليها موجوده هي، وفي فود بروسس وفي فلتريشن سليب دافرام الدنيا تمام، جي بي ام فيري ويل اند كونتينوس اند نايس والثيكنس بتاعه مظبوط، الاندوثيليال سيلز فينستريتد مفيش فيها بروليفريشن مفيش ديبوزيشن جوه الكابيلاري، الميزانجل سيلز فيري ويل ونايس برضه مفيش فيها اكسبانشن في الميزانجل ماتريكس مفيش بروليفريشن في الخليه. انما مثلا هنا ايه الفرق شيماء ما بين الصوره دي والصوره دي؟ بودوسايت ما فيش هنا رجول، حصل فيوجن للفود بروسس، ما فيش بقى فود بروسس برايمري وسكند وانتر ديجيتيتنج مع بعض كله فك. ده الكومنت ما يقولش عليه غير مين؟ ويقول كمان على السايت اوف ديبوزيشن زي ما قلنا خلاص، انت ميزانجيال زي ده خلاص، هنا الديبوزيتس موجوده ميزانجيال، ولا انت سب اندوثيليال زي ده تحت الاندوثيليوم ما بين الاندوثيليوم والجي بي ام، ولا انت سب ابيثيليال ديبوزيت زي ده، ولا انت انترا ميمبرانس ديبوزيت زي ده. ماشي كده الكلام؟ بعد كده راح قايل لك الفاكتورز بقى الافكتنج الديبوزيت، ايه اللي يخلي واحد سب اندوثيليال واحد انترا ميمبرانس واحد هناك، ما دي كلام بسيط وعبيط يعني، الموليكولار تشارج والسايز والكلام ده، الانتجريتي بتاعت البارير نفسه في قطع في الجي بي ام ولا لا، التشينج ان البريمري هيمودينامكس يعني الانترا بيوريك بريشر عالي ولا قليل، لو عالي طبعا يبقى انت هتعمل ديبوزيتس بعيد، الميزانجيم اخباره ايه؟ كويس ولا في مشكله؟ كلينيكال مانيفستيشن اللي احنا قلناها المره اللي فاتت، يجي نفرتك نفروتك و و و الى اخره. طب الاشكال بتاعتنا بقى خلاص، في مثلا مينيمال تشينج احنا عندنا نتكلم عنهم واحد ورا الثاني. مينيمال تشينج كومبليتلي نفروتك، نجيب نفرتك ممبرز نفروتك فيري فيري رير نفروتك فيري رير جدا، بينما مثلا دايبيتك نفروبس برضه نفروتك، فوكال سيجمنت نفروتك بلس اور ماينس هيماتوري ممكن يجيب هيماتوري، ده سوري الفوكال سيجمنت الاميلودوز موست اولويز ايه اولويز ان هو يجي يجيب نفروتك سندروم اولموست اولويز، ممبرو بروليفريتف الاي جي اي يجي كده وكده، بس هو الاكتر بيجي بايه؟ مش بنفرتك هيماتوري،
هو ايزوليتد ماتوريا بس ما هوش حاجات من اللي فاتت، مفيش هايبر تنشن اوليجوريا وبا الى اخره. سيستميك لوبس اي حاجه في اي حته. اكيوت بوست انفكشوس نفرتك كريسنتك نفرتك ماشي. وطبعا الكلام ده بيحصل واحنا بنشخص الكلام ده بعد بنسحب ايه اكيوت نفرتك سندروم. خلاص احنا عارفينها الكلام ده كمان يعني انتم المفروض تكونوا عارفينها ان الكلام ده دكتور ايه شرح بيحصل فيها اندو كابيلاري سيلولاريتي ميزانجيال واندوثيليال ليكوسيتيك انفلتريشن اللي هو بلاد سيلز النيوتروفيلز بتيجي يحصل لها ديبوزيشن فيعمل كده يعمل سيفير انفلاميشن وانجري للجي بي ام فيبريمت الاسكيبنج اوف ذا ار بي سي. فالار بي سي تطلع ويحصل ميزانجيال هايبر سيلولاريتي ويزيد ميزانجيال فيبدا يكمبرس اليومن بتاع الايه بتاع البس الدم اللي واصل جوه الجلوميرولاي يقل فالجي اف ار يقل فيبدا العيان يحصل له ازوتيميا يبدا الرينال فانكشن تعلى وده وت سيمبتومز لسه كريات كان نص بقى 7 بقى 1 ونص 2 لسه مفيش اعراض. بعد كده يحصل فلويد ريتينشن وليجوريا يبدا العيان يورم وضغطه يبقى عالي نتيجه كمان ايه ان الرينال اللي طلع الكلام ده احنا قلناه المره اللي فاتت. ايه اللي ممكن يعمل نفراتيك سندروم؟ في منها برايمري وسكندري. البرايمري موست كومن كوز بتاع البرايمري انفكشن. السكندري سيستميك ديزيز واشهر انفكشن البوست ستريبتوكوكال جي ان و نان ستريبتوكوكال. بقول لك بوست ستريبتوكوكال ونان ستريبتوكوكال فده المشهور ماشي كده الكلام. والنان ستريبتوكوكال بقى زي النيموكوكاي والستافيلوكوكاي والفيرال انفكشن البجات السي والكلام ده كله. السكندري السيستميك ديزيز اللي ممكن تعمل نفراتكس هو اللوبس والشيستوزوميس فيها امراض ثانيه بس يعني ده الاشهر. يجي بقى البوست ستريبتوكوكال ليه اسم مشهور قوي اكيوت ديفيوز بروليفراتيف جي ان. اكيوت يعني حاجه حصلت بسرعه ديفيوز يعني كل الجلوميرولا والبروليفراتيف يعني في اندوكابيلاري بروليفريشن. ايه القصه حصلت ازاي؟ حصلت ان في جروب A بيتا هيموليتيك ستريبتوكوكس تايب 12 و4 و1 ده اللي بيسموه الفيتوجينيك سترينز. المريض جاله انفكشن. طب هم دول بيجوا انفكشن في صوره ايه؟ والله يا اما ستريبت فارنجايتس يا اما سكين انفكشن امبتايد. الكلام ده في خلال اسبوع اسبوعين بوست فارنجايتك او من 3 ل 6 اسابيع يعني شهر شهر ونص بوست سكين انفكشن يبدا المريض يجيله جلوميرولونفرايتس. ده نتيجه سيركيليتنج اميون اكتيفيت ذا كومبلمنت انديوسينج جلوميرولار انج. الانتيجين بتاع الانفكشن البكتيريا كان ماشي مسك فيه الانتي بودي الاثنين حصل لهم ديبوزيشن خلاص وحصل الايميل ايه الاكشن بتاع القصه يعني بقول غالبا ما بين اسبوع لاربع اسابيع عشان كده بنسميها بوست فارنجيتك جي ام. بوست فارنجيتك جي ام مريض جاله انفكشن كان عنده اللوز اسبوعين ثلاثه والنهارده البول بتاعه احمر. في اوروبا والبلاد المتقدمه اتكلم في ادلت تايب طبعا القصه يبقى ده خلاص بقى في وعي صحي واي انفكشن بيتاخد له علاجه في وقته المظبوط والكلام ده يعني لسه البوست انفكشن او الانفكشن ريليتد جي ان لسه موجود بكثره يعني نشوفه كتير. ايوه شفتوه؟ طيب يبقى القصه بمنتهى البساطه لو احنا بنتكلم في بوست سبتكوكال هو انفكشن عمل نفرتك سندروم ويذن 1 تو 4 ويكس. اكشن ازاي بقى؟ احنا اتفقنا ان النيو كومبلكس حصل له ديبوزيشن وعمل اكتيفيشن للكومبلمنت بكميات كبيره فكل الكومبلمنت اللي في الجسم هيخلط البوزيشن في الكدني فهدور على الكومبلمنت هلاقيه واطي. انهي بقى كومبلمنت؟ سي 3 بتاع الانفكشن خلاص؟ والاقي هاي سيرم تتر بتاع الاند ستريبتولايز ده احنا بنسميه بوست فالنجيتك نيفايتس. طب السؤال المهم بقى طب انا لما ابص عليه هلاقي ايه؟ ده الكلام اللي احنا عايزين نعرفه بقى خلاص. ما خلاص احنا كده بدانا في القرن عشان احنا كده هناخد تقريبا نوع او اثنين وبعد كده هنبدا نتكلم بقى المره الجايه نكمل المره الجايه. فاحنا هنلاقي ايه عشان برضه تبقوا عارفين احنا هنتكلم ازاي. في اللايت مايكروسكوب هلاقي ديفيوز انكريز في الميزانجيال سيلز ماشي ديفيوز انكريز في الميزانجيال سيلز وذ انفلتريشن باي نيوتروفيلز. لازم الاقي نيوتروفيلز لازم الاقي نيوتروفيلز فانا ليدنج تو كومبريشن اوف ذا كابيلاري يومن. فيقول لك بتاع باثولوجي يقول لك انا شايف كابيلاريز ضيقه جدا كابيلاري ضيق بلاد ليس ما فيهوش بلاد. طب ما لازم اللي هيخرجني يبقى عادي ان طالما كابيلاري ضيق قوي كده الجي اف ار زفت زفت ماشي كده الكلام وممكن يكون اسوشيتد مع كريستال. فاهم؟ فاحنا لو بصينا مثلا على نورمال جلوميرولز بس سريعا كده يعني لو انا عايز ابص على جلوميرولز بس مش هبص بقى على تبيول ولا انترستيشن ولا فاسكولار ابص على جلوميرولز بس. راجع معلوماتك خلاص. اللامت ده ايه؟ ها؟ يورينري سبيس. تبقى الخلايا دي ايه هي؟
رايت. وتبقى الخلايا لا ده ده المسافات الفاضيه دي فتحت دي ايه؟ ده كابيلري. ده كابيلري ممتاز. الخلايا اللي من ناحيه الكابيلري اللي بص على الرينال سبيس، خلايا من ناحيه الكابيلري، خلايا الكابيلري اللي بص ناحيه الرينال سبيس دي 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 تبقى بودوسايتس. الخلايا اللي لايننج الاندوثيليوم سوري الكابيلري تبقى اندوثيليوم. اتفقنا؟ يبقى دي دي. الخلايا بقى اللي في النص دي اللي ما بين الكابيلرز وبعضها دي ايه؟ ميزانج. ماشي كده؟ اهو اهو. فبقول لحضرتك احنا اتفقنا المره اللي فاتت لما قلنا نظريه البرتقاله، قلنا ان الميزانج هو اللي رابط الكابيلري لوبس ببعضها. فهتلاقي ما بين كل ثلاثه كابيلري لوبس في ميزانجال اريا، ما بين مثلا كل ثلاثه كابيلري في ميزانجال اريا. ماشي؟ ممكن تشوفها ممكن ما تشوفهاش اكوردنج للقط اللي انت قاطع فيه. فاحنا الحمد لله شفناها اهو الحته دي خلاص والحته دي شفت. فيقول لك ايه؟ انت بتبص دايما تلاقي الميزانجيال في كذا بقى ناس تقول لك عليهم عشان تعرف في بروليفريشن ولا لا. يقول لك بتلاقي غالبا مش اكتر من 2 ل 3 في الميزانجيال اريا. ماشي؟ المريض اللي عندهم فهنا مثلا كام؟ 1 2 3 هنا مثلا 1 2 هنا مثلا 1 2 3 واصل لكم؟ يبقى احنا كده نورمال. وفي الاغلب بتلاقيهم على اون ذا سيم لاين واقفين خط. فادي خط اهو ادي خط اهو ادي خط اهو يبقى كده احنا تمام قوي. يبقى كده مفيش ميزانجال هايبر بروليفريشن ولا ميزانجال اكسبانشن. ماشي؟ اليورينال سبيس حلو وبيتنت والدنيا جميله والكابيلري سبيس حلو وبيتنت والدنيا زي الفل. هل في بروليفريشن في البارايتال سيلز ولا حاجه؟ يبقى مفيش كريستنس يبقى احنا كده تمام فيه. ابتدنا واحنا نورمال. ماشي؟ طيب النقطه الثانيه المفروض تكومنت عليها برضو هي دي نهي نوع صغر عشان احنا بنطلب وصفات كتير. دي اتش ان دي اختصار ايه اتش ان دي؟ ويسي. طب ايه رايك في دي؟ طيب خلينا واحده واحده. دي كام بوليفري بس؟ واحده. دي كام؟ دي انهي صغر؟ اتش ان دي. حلو. تعالى ناخد من بره لجوه. ناخد من بره لجوه. اخبار الكابيلا اخبار اليورينال سبيس ايه؟ زفت. مفيش. فغالبا عندك رياتو بيعلى. هل انت بتلاقي اكتر من سيل لاين في الترايتال سيل؟ فيري رير يعني مثلا ممكن مثلا هنا تلاقي مثلا لا دي مش تبعك ده دي ترايتال دي اسمها ايه دي؟ بودوسايتس. ماشي؟ انما انت الترايتال سيلز نايمه تحت ايه؟ خط واحد. بس الدنيا ضيقه قوي. طب حلو. نخش على النقطة التانية، كابيلري. هو فين الكابيلري؟ مش لاقيين. ده الدنيا بص كابيلري اهو. كابيلري اهو. ايه ده؟ وده حجم الطبيعي؟ خلاص؟ لا. فتعالى كده نشوف. لو احنا اخدنا ميزانجال اريا زي دي، اخبار الخلايا فيها ايه؟ ده يا فندم 1 2 3 4 5 6 7 ايه ده؟ طب ناخد ميزانجال اريا زي دي 1 2 3 4 5 6 7 8 ايه يا عم ده؟ ده بس دي اندوثيليا. ماشي؟ كابيلري بص كابيلري يقول بقى كلها. بس في حاجه كمان غريبه ومريبه الحقيقه. ايه الحاجه دي؟ ايه الخليه دي؟ دي باينري بليتد سيل. ده خليه الرحيم تبقى ايه؟ نيوتروفيل. طب موجوده في حته ثانيه؟ هي هناك الساعه كام؟ الساعه 3؟ ايوه هي دي صح؟ مظبوط. ها؟ مين يطلع تاني؟ ها؟ واحده كمان. فهيبقى دي الخلاصه. في حاجه تانيه بتقول لك ان انت ممكن تلاقي الكات سكشن كله بالويلوس كلها يبقى فيها غالبا في الكات سكشن من 50 ل 60 ايه سل ان جنرال كل انواع الخلايا. فانت لو عندهم تلاقيهم اكتر من كده يبقى في بروليفريشن بقى ده قاعد بروليفريشن. طب ايه رايك في دي هدير؟ دي بيرنر صح؟ اه صح كده؟ المفروض يعني هو فين الريال سبيس؟ مفيش. فين البرايتر سيلز؟ هو فين فين الرينال كورباسل؟ الرينال كورباسل اهو. ده كريست. ده بروليفريشن في البرايتر ايه؟ في البرايتر سيلز. ماشي كده الكلام؟ ده فايبروسيلور كريست. طب ده باللايت.
اللايف هلاقي ديفيوز بروليفريشن وممكن الاقي كريسنس بلس او ماينس يعني. ولو لقيت طبعا كريسنس اكتر من 50% بقول عليها ايه؟ اه بقول عليها اربيجين ماشي. طب الفلوريسنس بقى هلاقي مش هو ده سيركيوليتنج امين كومبلكس يعني انتي بودي؟ اه بيبقى ايه اي جي جي. طب هلاقي كومبلمنت ان هو اقل في الدم يبقى عليه ايه؟ الكدني. يبقى هلاقي سي سي ماشي. يبقى في الامين فلوريسنس هلاقي جرانيولر. انت تقول جرانيولر ديبوزيشن اوف اي جي جي اند سي سي الونج ذا كابيلاري ايه؟ وول. بالمينوس بالريكشن بقى دي هتبقى اول مره اعتقد ان انتوا لو انتوا يعني كان حد فيكم سمع اللي فات فهتبقى اول مره تسمعوا عندي. بلاقي حاجه اسمها لارج سب ابيثيليال هامب. لارج سب ابيثيليال هامب. هامب ده اللي هو ايه؟ سنم الجمل. هامب ماشي؟ اه هو سكاتر 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 لارج سب ابيثيليال ايه؟ ديبوزيت. طيب ده المفروض المنظر بتاعها في الدياجرام. ده منظر الجلوميرولس العاديه. وادي الايه؟ وادي السكاتر متوزعه كده متنطوره ملهاش سبيسيفيك باترن يعني مش متفصصين كده كترك كترك واحده واحده لا كده متنطورين ماشي. وده المنظر بتاعها في الحقيقه. ده ليكس مايكروسكوب. فانت تدور على الخط. الخط اهو يبقى ده ايه؟ ده جي بي ام. خلاص الخط ده لما بتلاقي فيه من بره كده خلايا معرجه يبقى دي بودوسايتس ماشي كده الكلام. دي الايه؟ البودوسايتس. والخلايا الكبيره دي اندوثيليا. دي الاندوثيليا السادسه ماشي. مع دي كمان الصور هنشوفها. فين الديبوزيت؟ اهو ادي واحد ماشي ادي الثاني. ده اسمه سب ابيثيليال ايه؟ ابيثيليال هامب.